في البيت الأكبر. البيت كله؟ لا، فقط الستائر، الأثاث، الديكورات. افرحي يا دلال، سيكون لك زبائن. وأنا أول الزبائن. وأنا الثانية. إذن لن أصبح عاطلة عن العمل. بل ستعملين ليل نهار للانتهاء من تصاميم ديكورات بيتي. وبيتي أنا. مهلاً مهلاً، وماذا عن بيتي أنا؟ أنت تبقين في بيت والديك حتى تنتهي من بيتينا. أنا آسفة يا دلال. لا عليك يا حنان. أنا آسفة، لم أقصد. هي فعلاً لم تقصد. أعرف أعرف. نعود إذن للديكورات، أولاً لبيتي وثانياً لبيتي حنان. وبيتي أنا سأقوم أنا بتصميمه لك. أعانك الله على ذوقها. على ذوقي أنا؟ حسناً. أستاذة نورة، تحية طيبة مليئة بحبي وتقديري الكبير لك ولما تقدمينه من جهدي لقرائك. الأستاذة نورة، أنا واحدة من قرائك وأتابع كل ما تكتبين، لذلك فأنا أكتب لك عن مشكلتي، وهي أنني تلميذة في المرحلة الثانوية وأرغب في دراسة الهندسة الكهربائية مثل أمي. ولا ألو، أنا باقٍ في المكتب لفترة. كيف كان يومك؟ لا بأس، أقرأ رسالة أعتقد أنها مهمة. لا 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 لا، تحمل أسرارا خاصة، هي تهمك أنت بالذات. نعم، متى ستنتهي من عملك؟ عليك أن تذهب إلى عمر مبكرا. ولماذا مبكرا؟ ليتحدثوا مع الاختصاصيين في المهن المختلفة، لذلك أعتقد أن عمر سينتهي مبكرا. سأخذ عليا كعادتي، فهذا موعد خروجه من المدرسة، وأيضا سنذهب إلى عمر وننتظره هناك. نعم، عند باب المدرسة. نعم، مع السلامة. مع السلامة. آملة أن تجدي حلا لمشكلتي وإحساسي بضياع طموحي، ولك مني التقدير. منال. إن طموحي أن أعمل مهندسة مثل أمي، ولكن أمي تعارضني في ذلك، لأنها بعد تخرجها من كلية الهندسة لم تحصل على وظيفة تناسب تخصصها، فهي تعمل الآن بوظيفة إدارية كما تقول، فلم تكن هناك وظيفة شاغرة لتخصصها، ووضعت في مكان لا يناسب تخصصها، ولذلك بدأت تشعر أن معلوماتها في الهندسة تبخرت مع الزمن، وتخشى أن يحدث لي ما حدث لها لو أنني درست الهندسة مثلها. السلام عليكم. عليكم السلام. أبي، نعم. اليوم كان رائعا. فلنلحق أخاك عليا وأكمل حديثك في الطريق. حاضر يا أبي.
وغدا سيجتمع بنا المختصون بالمهن لنحاورهم. إذن سيكون يوما جميلا بالنسبة لك. فعلا، تقول المدرسة ستتعرفون على مهن كثيرة مثل مهنة المدرس والمحامي والدكتورة والطبيبة والكاتبة. أبي أنا أعرف ما أريد أن أكون، أن أكون ضابطاً أو محامياً أو ماذا؟ أنت لم تغير ملابسك إلى الآن؟ هيا غير ملابسك وقل ما عندك على الغداء. هيا بسرعة. وأنا كذلك سأقول لك ما عندي على الغداء. أنت تأكل على الغداء فقط. هيا دلال، أين أنت يا دلال؟ هيا الغداء في انتظارنا. نعم يا أمي، أنا قادمة حالاً. ما هو طبقك اليوم؟ يبدو أنه لذيذ من رائحته الزكية. كلي هنيئاً يا ابنتي. والرجيم، الرجيم يا أمي، كيف أستطيع السيطرة على نفسي؟ اترك السيطرة للغد وكل اليوم، وسأترك لك المطبخ لتعملي ما شئت من أطباق الرجيم. لن أحرم نفسي عن هذا الطعام الشهي. اذكر اسم الله وابدأ الأكل. هيا. نعم، وهل أستطيع أن أقول لا؟ أم دلال إنسانة رائعة، أنا أعرفها جيدا، إنسانة طموحة ومكافحة. دلال أيضا جادة وفنانة. بالتأكيد، لأنها تعرف ما تريد، أمها عودتها على ذلك. ولكن والدها بالرغم من انفصاله عن أمها يحاول دائما أن يضايقها. من قال لك ذلك؟ دلال تشكو دائما من والدها. انظري مثلاً، جميعنا في الفصل نفكر في ماذا نختار من مهنة للمستقبل، ما عدا دلال فقد حددت رغبتها وأمها موافقة. ولكن هل تستطيع أن تضمن تجد مكاناً لما اختارت من مهنة في المستقبل؟ إنها فنانة ولا تستطيع أن تفعل أي شيء آخر، فأمها موافقة وأبوها رافض. كيف؟ مرة اختار الطب، ومرة اختار التدريس، ومرة اختار كل شيء ما عدا الفن. وما هو اختيارها على وجه التحديد؟ تريد أن تعمل بالديكور، التصميم الداخلي. أعتقد أنه عمل رائع ما دامت تملك الموهبة وتحبه. ثم سوق العمل لدينا بحاجة لهذا التخصص. إنها حقا رسامة رائعة. والدها يعلم ذلك؟ نادرا ما يراها. أمي، بماذا كنت تفكرين؟ لا شيء. لا، هناك شيء. هذه النظرات تحمل الكثير، ويجب أن أعرف بماذا كنت تفكرين. لا شيء، فقط كنت أفكر في مستقبلك. أنت تعرفين ماذا سأعمل في المستقبل إن شاء الله. وأنت تعرفين أن أباك أعرف أن أبي يرفض اختياري. لكني أعرف ما أريد وسأنجح إن شاء الله. لكن أباك يخالف اختيارك. هو يقول ذلك لإزعاجك فقط. هو والدك ويجب أن تستمعي إلى رأيه. ومن أجلك سأستمع إليه وسأقنعه. هل تعرفين يا أمي أنني اليوم حصلت على زبونتين للمستقبل؟ زبونتين؟ هل فتحتي دكاناً؟ لا يا أمي، لقد طلبت كل من حنان وشيماء صديقتي أن أصمم لهما ديكورات بيتهما. وهل تملكان حق التغيير دون إذن من أهلهما؟ لا يا أمي، إنهما يريدان أن أصمم لهما في المستقبل. في المستقبل؟ نعم، عندما يكون لكل منهما بيت خاص. حسبتك جادة. سترين. سنرى. Thank you.
لم تنامي حتى الآن؟ سأنام بعد قليل، عشاؤك جاهز؟ أكل؟ لا أريد أن أسمع حتى اسمه، أكلت كثيرا في حفل الاستقبال. لكن ما الذي أخرك عن النوم حتى هذه الساعة؟ تعرف يا عبد الرحمن؟ عندما نخاطب من هم في مثل عمرنا ومن يمتهنون بمهنتنا فإننا نفعل ذلك بسهولة ويسر. عن ماذا تتحدثين؟ لقد كنت حتى صباح هذا اليوم متحمسة جدا للحديث عن مهنتي وعن النجاحات، وكنت مستعدة لذلك تماما حتى استلمت هذه الرسالة من إحدى التلميذات. اختلفت رؤيتي، أصبحت أفكر بطريقة مختلفة، مختلفة جدا. أصبحت أرى صعوبة المهنة أكثر من متعة العمل. لا أفهم. تلميذة لها طموح في أن تتخصص في الهندسة، وفوجئت بأن أمها تعارضها في هذا التخصص لأن الأم نفسها لم تجد لها مكانا في سوق العمل، فوجدت نفسها موظفة إدارية بعيدة كل البعد عن مجال تخصصها، وبدأت تشعر بأنها فقدت معارفها وطموحها. كان طموحي أن أعمل في مجال تخصص أمي، بعد جهد كبير أخفقت في إقناع أمي أن أدرس الهندسة مستقبلاً، علماً بأنها تركت لي حرية الاختيارات الأخرى، ولكنني لم أجد شيئاً حتى الآن. انظر ماذا تقول هنا، بدأت أشعر منذ مدة بأنني إن اخترت أي دراسة أخرى فلن أستطيع العمل بها مستقبلاً. لقد بدأت أشعر بأنني لن أنجح في حياتي العملية. عبد الرحمن، بعد قراءتي لهذه الرسالة وجدت بأن المشكلة ليست فقط أن نحب مهنتنا، ولكن المشكلة في أنه كيف يوفر هذا المجتمع المكان المناسب لهذه المهن. إذن لابد من التخطيط لمعرفة حاجة المجتمع حتى لا يتخرج أناس في تخصصات غير مطلوبة فلا يجدون عملاً لأنهم يزيدون عن الحاجة. من المهم أن يعرف الإنسان بأنه يجب أن يختار ما يتناسب مع سوق العمل في المجتمع الذي يعيش فيه. أصبح موضوعك شائكاً. ليس هذه الرسالة فقط، ولكن أيضاً بعد سماعي لمشكلة دلال. دلال؟ دلال صديقة شيماء. دلال؟ نعم. أما زلت في ضيق من معارضة أبيك؟ لا تشغلي بالك يا أمي، المهم عندي أن أثبت لأبي أن ما اخترته هو الأنسب لي. أنا واثقة من اختيارك يا ابنتي، لكن من يستطيع أن يقنع أبيك؟ سأطلب من المدرسة ذلك. أتمنى ذلك، وفقك الله إن شاء الله. عندما كلفت بالحديث إلى هؤلاء التلميذات عن مهنة الصحافة كنت فرحة جدا، ولكني أشعر بأنني لم أمتهنها قط في حياتي، إنما أتعلمها لأول مرة. إلى هذه الدرجة يعتبر الموضوع صعبا؟ أكثر مما تتصور. قد تتعلم مهنة وتمارسها لدرجة أن ممارستها تصبح عادة دون تجديد أو تطوير، وقد تتعلم مهنة ولا تمارسها فتنساها كما حدث لوالدة صاحبة الرسالة. أنا لا أرى فرقا بين الحالتين. كيف؟ أريد أن أفهم ما تقولين، حاولي أن توضحي ما تريدين قوله بالضبط. انظر يا عبد الرحمن، أنت عندما تريد أن تلقي محاضرة على طلبة في الهندسة فما أسهل عليك ذلك. هذا أيضا له صعوبته. أعرف، ولكنك تلقي المحاضرة لأناس لم يختاروا مهنتك وليس لهم دراية كافية بهذه المهنة، فكيف تستطيع إقناعهم بهذه المهنة؟ الآن فهمت معاناتك. حقا؟ قل لي ماذا فهمت. مشكلتك يا نورة
أنك تريدين إقناع الطالبات غدا بمهنتك التي تحبينها ليخترنها. أنا قلت ذلك؟ طبعا، هذا ما تفكرين به وهذا هو الشيء الذي يتعبك. كيف؟ لأنك لا شعوريا تريدين أن تفرضي مهنتك على الطالبات. هكذا؟ بلا شعور؟ أنا أرى أن تذهبي غدا وتشرحي لهم مهنتك وما تقومين به، وأيضا تتكلمين عن الصحافة بشكل عام، وتركي لهم السؤال وعليك الإجابة وتركي لهم الاختيار. عبد الرحمن، هل تصدق؟ أنا لم أكن بحاجة لكل هذه الأوراق ولا لكل هذا الإعداد. أنت تريدين فقط بعض الأوراق تسعفك عند الحاجة. هي مهنة ممتعة ومتعبة بنفس الوقت، تدفعنا دائما إلى المعرفة والاستزادة، وكلما أردنا أن نبحث عن موضوع ما أو نكتب عنه نبحث عنه ونحاول أن نتزود منه للحديث عنه. والصحافة ليست بابا واحدا أو موضوعا واحدا، وإنما موضوعات شاملة وعديدة ومتعددة، وكل في الصحافة يجد ضالته، السياسي يجد مادته، والاجتماعي يجد ما يريد وما يهمه، والرياضي يجد أخباره وتحليلاته، وأيضا عاشق الفن يجد ما يريد. إذن كما قلنا الصحافة شاملة ومتعددة، وهناك أيضا صحف متخصصة، وكما نعلم الجرائد هي الجرائد التي تصدر كل يوم، والمجلات هناك أسبوعية وشهرية وحولية كل سنة ودورية كل 3 شهور. ولا أريد الإطالة عليكم، من لديها سؤال أنا على أتم استعداد. من لديها سؤال تستطيع أن تسأله الآن. السيدة نورة بيننا اليوم للرد على جميع استفساراتكم حول مهنة الصحافة. تفضلي، ما اسمك؟ نورة عبد الله. مصادفة جميلة، نورة عبد الله. أستاذة نورة، ما أكثر المشكلات التي تصل لك من القراء؟ تفضلي. إن المشكلات التي ترد إلينا مشكلات كثيرة ومتنوعة، ولكنها مشكلات طبيعية وتحدث في أغلب الأسر. أحاول قدر الإمكان أن أجد الحل لها، وأحاول أيضاً أن أبين للجميع أن لكل مشكلة حلاً إذا كان صاحب المشكلة أو صاحبة المشكلة ترغب في الحل. هذا ملف به مجموعة من الرسائل التي وردت إلي وحاولت نشرها مع محاولتي المتواضعة في إيجاد الحل لها، وقد نجحت والحمد لله في أغلب الأحيان. الحمد لله. تفضلي، ما اسمك؟ أفرح. إنني أتردد في اختياري. لماذا؟ كل المهن رائعة، فأحياناً أفكر أن أكون محامياً، أحياناً أفكر أن أكون طبيباً، أحياناً أحب أن أكون مهندساً. يبدو أن من جاءوكم استطاعوا أن يحببوكم بمهنهم. هو كذلك، لكنني حتى قبل زيارتهم أتردد في ماذا أختار؟ هذا أمر طبيعي لمن هم في مثل سنك يحتارون بين الكثير من المهن، لأن كل مهنة لها جمالها، ولكن بعد فترة تغيرين رأيك وتستقرين على مهنة. كيف عرفتي؟ عن تجربة، لقد مررت بذلك. أنت أيضا؟ نعم أنا أيضا، فلما العجب؟ لقد فكرت في المحاماة ثم اتجهت إلى الصحافة. هناك علاقة بين المحاماة والصحافة، ففي كلتيهما دفاع عن الإنسان. هذا يدل على أن لي قلبا طيبا. كلنا نعرف ذلك. عجلي بتحضير الشاي، فلدي عمل هام جدا. النوم. تفضل. أريد أن أقول لكم شيئا. تفضلي. أحيانا أفكر أن أدرس العلوم العسكرية. ضابط الشرطة كان رائعا. رائعا؟ لماذا؟ هل تريدين أن تصبحي ضابطة؟ ولما لا؟ هناك شرطيات كثيرات في كثير من بلدان العالم. وماذا يسمونها، شرطية؟ أنت لم تخطئ،
نعم يسمونها شرطية. ولعلمك عندما سألت ضابط الشرطة قال لي إنك تستطيعين التفكير فيها وأنت تحبين النظام والقانون. لا أظن أن ضابط الشرطة فعل هكذا. المهم سيكون في بيتنا ضابط وأنا كذلك. وهل ستصبحين ضابطاً؟ لا بس أصبح شرطية. ها. شرطية؟ إذا سنحول بيتنا إلى مخفى الشرطة. أمي؟ نعم. هل ستساعدين دلال؟ لقد وعدتك يا شيماء وسأفي بوعدي وسأقوم بذلك من الغد إن شاء الله. المهم أن تحاولوا معرفة كل ما تريدون، وإذا صعب عليكم شيء فوالدتكم موجودة وأنا سأذهب لأنام. وطني أحبك وردة تزهو على هام الأزل، وأحب وجهك نعمة ترتاح ما بين الجمل، وأحب صوتك فرحة تعلو وتسمو بالعمل. يحلق بالأمل ويجوب أرجاتنا ويحط ما بين المقبل. وطن العظيم أنا الذي من سوف يحفر في الجبل. الخليج هو المثل، هذه البلاد بأهلها وبها الجمال قد اكتمل، وبها الإرادة حرة وبها الزمان قد احتفل. كنز المستقبل ورد الغد، يا
ثنائي من جد وجد. وسنجد لكل سؤال مرد بالعقل ونبلغ كل مراد. وسنجد لكل سؤال مرد بالعقل